وعلى المستوى الإفريقي تبقى قناعتنا راسخة بوجود علاقة ترابطية بين الأمن والتنمية، خاصة في ظل تنامي حدة ووتيرة الأزمات السياسية والتهديدات الأمنية. ولن يثنين هذا الوضع عن أداء واجبنا اتجاه قارتنا من أجل تحقيق الأهداف التنموية المنشودة وتحويل إفريقيا إلى فاعل دولي هام، وتصحيح الظلم التاريخي الذي تعرضت له القارة الإفريقية في تركيبة مجلس الأمن الأممي. وفي ذات السياق، تكثف الجزائر تعاونها مع شركائها الدوليين للتخفيف من وطأة التداعيات التي خلفتها أزمة الطاقة العالمية، وذلك عبر تعزيز دورها كممول موثوق وذي مصداقية.